ملبس هذاك كيفاش؟ ملبس حلو عربي ملبس ملبس اسمه؟ استاذ اسمه ملبس؟ ملبس ملبس شنو؟ أنا باش نقول لك ميساج، أنا نحب ندخل الحبس توشوني ردوتوني توتسي 100% وزعما اقعد فهمت ناق وانا مي شفت هيا؟ أي. تغزلني وتقولني نحبك زادة من بعدين عندنا هذا الضغط دغري هذه انا ساعات نحس انه نحن التونسيات ركبنا شنم يا ريت تاخذ دي كور دو تياتر تعمل دي ستاج باش تعرف قيمه الفن اللي انت قاعده تمارس فيه لو تلقى السؤال هذا يستفزك انقصه زاده في المونتاج منذ اسابيع تعدى معانا وقلب بالدنيا بالحق قلب بالدنيا سفيها على عليها من وقتها هو عامل بارشا بوليميك ملايين المشاهدات على اليوتيوب على انستغرام على فيسبوك مقالات فيديوهات تيك توك حصيله حكايه بدات كلها من فكره سامي الفهري وما زالت لتوا متواصله حكايه الرابور الملياردير سواغ مان نقول لك حاجة سواغمان نقول لك حاجة ولا أنا نموت عليك عايشك مرحبا بيك سواغمان حياتك تبدلت في تونس جيتنا أول مرة الانستغرام تاعك فيه 300,000 توا بعد برنامج ولا 700,000 في أقل من شهر مان ها؟ ياه وش يقولوا لك الناس في الشارع؟ احنا زويلانا عاونونا ها احنا زويلانا عاونونا زويلانا yeah. زويلة 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 انت زويلة انت لا الناس ما يشوفوني يطلبوا مساكن فهمت اي قرار تحجير السفر عليك استنفتوا رفضت المحكمه محكمه الاستئناف رفع قرار تحجير السفر عليك ما زلت قاعد بحذان اي مازلت قاعد بحزاكم اي علاه المحكمه كي رفضت استئناف قرار رفع تحجير السفر شو احساسك يموت علي شكون اللي تموت عليه زعما الدوله وفهمت انا نموت عليه هو يموت علي فهمتني بالحق توا ما اخطانا متفدليك معناتها متغشش yeah. كيفاش؟ باش نقول لك حاجة. إي. أنا نعيش في ميامي. عندي توا 11 سنة، أوكي؟ تصور أنت شنو أنا يصير لي في تونس، زعما أنا تونسي ونموت على شعب تونس ونموت على تونس الكل نموت عليها. متصور أنت ما حتى الماء نتاعكم مالح والماكلة لوش كيف كيف أنا ما ناكلش الهم. تونس الكلكم تاكلوا اللحم وتصبحوا على اللوش زعما انا نشوف على اللوش تصبحوا قدامنا انا ما ناكلش اللحم وما نشربش حليب خاطر هكا منحب الحيوان وناكل كان الحوت وزعما العيش لوش كيف كيف نحب نلبس نحب نشري صبات دايموند كرهب انا نسوق كرهبة مثلا في ميامي وهنا تمش توباك زعما فهمت زعما دودان الكل فهمت دودان ومن بعد ترش طباك الاخر بحذاك يقول لك لاباس لاباس زعما لاباس بالحق زعما لاباس مي زعما حط روحك في بلاستي زعما حياتي تبدلت اي زعما كي تقول لك تبدلت زعما لاباس عليا وحتى واحد ما سرقني مي خويا انا قاعد معاك في تونس زعما قاعد في تونس زعما تونسي وامريكان وقاعد معاك في تونس. تا
تونس ما عليها بنينة وتونس ما عليها وما نضيف متوا سامحني تونس ما عليها كي انت تمشي بحرية متاعك كي انت تمشي تمشي لها وترجع وتمشي كما انت تحب ليش الناس يقولك اقعد بالسيف اقعد نا شكون اللي خلك اقعد بالسيف شكون لاهي بتونس القضاء هذا اللي قال ايه مش قضاء لاهي بتونس عنا رئيس جمهورية عنا برلمان لك القضاء يحكم بين الناس قال لك ما تخرجش وعلاش نسأل فيك باش نقولك حاجة فما حاجة باش نقولها لك بلكشي زعما في قلبك ليش باش تصدقني ما باش نقولك اوكي قول لي في بالك اللي انا عندي شهرين قاعد في تونس معاكم وحتى واحد ما سمعني حتى حقوق جمهورية ما سمعني شو حقوق الجمهورية؟ انتوما كيفاش تكون حقوق وكيل الجمهورية وكيل الجمهورية اوكان جوج دانستركسيون اوكان بريزيدون زعما وين باش نمشي؟ كل فيسبوك في بروفيل زعما ما عنديش ادريس باش نمشي لهم وين باش نمشي لهم؟ حتى واحد استدعاني حتى واحد استدعاني فما كان الناس يستدعوني يقولي تهور والدي استدعاك ما انا حتى واحد من الدولة استدعاني يقولي ايجا اتكلم ولا علاش المشكل ولا مشاكل فهمت زعما قاعد معاكم ما عرفتش علاش والله ما عرفتش علاش زعما فهمني انت شو تحب تقول انت قلت هاك قلت رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والمحكمة شو تحب تقول انت بالضبط انا نحب نقول حاجة والمساج هذايا ان شاء الله ما تقصوهوش انا باش نقول لك مساج انا نحب ندخل الحبس نحب نمشي الحبس ونحكيك بالكربي ونفهم وما تقوليش حبس تونس ليش كيما حبس فرنسا ولا امريكا عملت حبس الكل عملت في المكسيك عملت في الدنيا كل نحب نمشي الحبس نحب نمشي الحبس علي خاطر انا قاعد نورمال تو انت اي نورمال نحب نمشي حبس خاطر أموا تحط لي أنت في حبس نعرف اللي أنا قاعد في حبس أنا قاعد في تونس سعاد نحب نبدل سروالي نمشي بيي دافيون ونمشي المطار وننسى والله نقولك الحق البارح شريت البيي دافيون حبيت نشري صبات خاطر أنا مالو ما جادور الشوبينغ مشيت لغيوبور تاع تونس ومن بعد روحت زعما نسيت اللي جو سوي با ليبر زعما أنا كي مثلا أنا نموت على تونس مي تونس زعما في راسك فيزيبل نتاعهم زعما القطعه نتاع فيزيبل موجودين كان برا فهمت وزعما شريت بي دافيون حبيت نمشي ميلانو ليش ميامي ميلانو جوست زعما خمسه سوايع نشري يو نو بربري لوي فيتون حاجه باهيه فهمت نسيت اللي انا اوتاج والبارحه في راسي كي شريت البيي في راسي بوم فيزيبل كاس يو نو دونك تحب تدخل الحبس على خاطر ماكش حر تحس توا سامحني زعما نكلمو ستراي واي زعما تريك من غير دودان فهمت تريك هكا انا تسخر انا توا ليبر كومام تنجم تدور ليبر ندور من تونس صغيرة تحوس تقضي تشري تعمل اللي تحب نو لكن ما تنجمش تسافر نو ما نجمش نحوس خاطر معلوف برشا وبون هذايا سي ما فوت مي نموت عليكم ما نجمش نخرج ما عنديش صحاب انتوما تخيلوا عندي صحاب وعندي كان تشوفني مع الناس مع شكون نخدم لينكو ناركو ومنتصر هما صحابي ما عندهم خدمهم وعندهم عائلتهم عندهم حياتهم الداخليه ما انا ديما تشوفني وحدي اذا عندي ثلاثه كلاب في ميامي عندي قرد صغير في ميامي قرد مونكي زعما توحشوني نحكيك بالكلبي توحشوني زعما تبلكش انتوما كلب انت كلب لو هالي نو لي انا كلب زعما خير من العبد فهمت وتوحشوني فخير انا امريكي فخير توحشوني ردوتوني توتسي 100% وزعما اقعد فهمت نو فخير والله فخير والله هي مؤقت هذا مؤقت معناتها اجراءات قضائيه واحد يصبر شويه قولي علاش علاش انا شفتو الدوسي فارغ شفتو لو دوسيي شفتو كريتو ونصحك
علاش؟ بوركوا؟ واي؟ تيل مي واي اي ستي هير ان تونيزيا؟ لو سامحني نقول لك غنقولوا تونيزيا تونيزيا نموت على تونس وتونس عزيزه عليا وعزيزه على غنيه. وراك شفت مازال عندي جنسيه نتاعي وما نحياش ان شاء الله. مي علاش؟ حطني في الحبس خير، ساعات نحب نعمل حاجه بالرسمي باش تدخلني بالسيف نشد واحد نعطيه بونيه ويخليني يدخلني ولا ما نعرفش لواج لواجيست انت تسوق في الكياس وهو بيب بيب لاصق في النار. وانا خاطر باش نقول لك علاش بالك تفادلك لا 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 نحكيك بالرسمي لا ماكش عنيف باش نقول لك علاش ماكش عنيف شفت لواج؟ اه انتوما لاصق سامحني لاصق من تالي من تالي من تالي ايه واللواج لاصق زعما في امريكا لازم تخلي ما بين كنبك قدامك ومن تالي 30 متر 30 متر احنا 21 لا انتوما 2 سنتيمتر ويعملك لي بلافار تيت يزم زعما انا كي واحد يعمل لي هكا زعما نحب نعمل حركه زعما شلون وهو كي يشوفنيش يزم نقول له نهبط الشباك فوت ونقول له كلام زايد وفي راسه ومن بعد يستناني في البياج وكي يستناني في البياج تتبدل الحكايه يشوف راسي يتفجع يقول يا لطيف ومن بعد يمشي على راهو فهمت تو وليت في تونس yeah. وليت عايش في تونس وتونسي 100% قاعد بحذانا طولت لمحالة رأي القاعدة أما كمان علاش تضحك أنت علاش تضحك ونقول لك حاجة قلت أنا نموت على بلاد والله كلنا نموتوا على بلاد نو زعما فما ناس كيما أنا زعما يمشوا فاكونس دي جور يفدوا تونس ويقول لك ما عادش تونس ما عادش نجيها ومن بعد يرجع زعما تونس نحبوها ونكرهوها راهو انا قاعد هنا عندي شهرين كراته من موت عليها نعرف اللي كان يخلوني نمشي باش نرجع بعد دو سمان ريتك تمشي للبلديه توصل في العباد بكرهبتك محطه اللواجات ما انت فريمون عامل جو عايش في عيشه اخرى عرسني عرسني في نفس الوقت القضيه نتاعك سواقمان يلزمها تاخذ وقتها زاد يزب التحري في الفلوس اللي جبتها 17 مليار يا وخايف الظرف هذا منين ليك يقول لك والله وشويه فلوس راه شويه فلوس يعني شويه فلوس بالنسبه لي اسمعني بالنسبه بالشعب تونس برشا فلوس ما بالنسبه بالبيزنس نتاعي بالنسبه بال زعما اللي قاعد نعمل بالسوسيتي نتاعي بالنسبه بال خاطر انتم ما تعرفوش شنو بالضبط السوسيتي اللي عندي في العالم وكل ما بالنسبه باللي انا 17 مليار برشا فلوس اوف كورس اتس ا لوت اوف ماني بس زعما لوش اللي نجم نعمل فوا 30 فوا 40 اللي حبيت نعمل في تونس حبيت انا قلت لك نعاون باش نبدل شويه تونس كي نقول لك نبدل زعما الدودان فير دي سوسيتي دو ميوزيك فير دي سوسيتي دو برودكسيون زعما قلت حبيت تشري تونسير زاد بيان سور عندك فلوس باش تشري تونسير علاش لا؟ علاش لا؟ قول لي علاش لا؟ اي قلت هذا في ارتيكل علاش لا؟ حبيت تشري بلادي زعما سي سي تون البنك بالخطوط التونسيه في حاجه الى 1300 مليار لحل مشاكلها هذا سي ياسر المنكبي مدير عام الخطوط التونسي ايه؟ انت عندك 1300 مليار تشريها علاش لا قلت لك علاش لا ما تعرفش انت قداش عندي وما تنجمش تحسب قداش عندي ما تنجمش هاو القضاء قاعد يحسب لك يحسب لي شويه فلوس اللي دخلت في البنك سنترال وباش نقول لك حاجه راهو الكازيه زعما انا محترم بالكازيه زعما كل واحد لازم يخدم الكازية مي هكا تنحي لي دو موا وانا ما نعرفش علاش قاعد معاكم حطوني في الحبس حطوني في الحبس ولا نمشي للحبس ما يسالش عملت برشا سنة في حبس حطني في حبس المحامي نتاعك اش قال لك؟ مسكين يعمل المستحيل خاطر الافوكا نتاعي يخدم مع الزافوكا نتاعو الكل زعما ايكيب كامله فهمت؟ ونخليها على ربي ديما فهمت خلينا نستقبلوا المحامي صديقنا مهدي متر مهدي اللوزي مرحبا بك سي مهدي مرحبا
رامي سواغمان بعيد على الانفعال بتاع سواغمان ومن حقه هذا باش ينفعل يقول لك انا فلوسي محجوزه ممنوع من السفر عندي مصالحي عندي خدمتي عندي شركاتي عندي كذا استاذ شنو هي القضيه بالضبط وين وصلت فهم باغديتاي خلينا نفهم باغديتاي بي دوبا الحقيقه اول ما جاء سواغمان لتونس حاب نبدا لكم الاول ناي اول ما جاء سواغمان لتونس تهمنا وعطاني المعطيات نتاع القضيه نتاعو عنده علم بها من قبل هي نقطه مهمه ياسر علاش نقطه مهمه لانه كان جاي يعرف روحه عنده اقل اشكال اقل حاجه تقلقه في تونس لهنا ما كانش يجيب سقيه هو حول فلوسه من بنك لبنك معناتها هذه نقطه مهمه ياسر وزاد جاء لهنا لتونس باش يحارب على روحه ويشوف علاش وني فهم كان عنده ادنى شك انه يتوقف ولا يتحجر يسافر راه ما يجيش ما وقعش ايفيكتيفمون هو جاي الفلوس محجوزه في البنك المركزي ما هو على حسن نيه عاد كي دخل هو لتونس أي؟ دخل على حسن نيه باهي تفهمنا خذينا الموضوع اتصلت بالسلطه المعنيه قاضي التحقيق ايوا لحد الان اتصلت به ما فما حد شيء قال لي لحد الان ما نجموش نمدكم حتى معطيات الى حين انتهاء التحقيقات سواغمان راهو موجود اتو مومون تنجمو تسمعوه واتو مومون نجمو نجيبوه لكم سي بون مشيت على روحي وهو وقتها مش ممنوع من السفر مش ممنوع من السفر ويسافر ديجا صحيح باهي فجاه بعد ما يطلع في الحلقه معاكم ايوه يتحجر على السفر عليه من غدو بيان سور دونك تقول انت فما علاقه بين تحجير السفر وظهوره في التلفزه انا ما نجمش نقول ما نتصورش قاضي باش يعمل علاقه لا ولا حاكم لا ماناش نحكي عن ظهور شخص في التلفزه لا. وبين قضيه جاريه لي منعه من السفر سي علاء انا مانيش نحكي على القاضي اما الوقت خلينا نقولوا هكا لا نحكي في المطلق أحنا. انا ما نقول حتى شيء لا ما هو تعدى نهار السبت بيان سور ما كانش فما تحجير سفر بوندون دي موا نهار الاثنين يوزع تحجير السبت وقعد تحجير سفر نهار الاثنين بيان سور فوالا هذا اللي حبيت نقصده نقطة استفهام ونقعد ونمر عليها ما نعرفش أنا فما أمور تفوتني راه تتجاوزني ما نعرفش علاش أنا ننزه القضاء وننزه سيد قاضي التحقيق على أي حاجة أخرى لكن صدر في حقه قرار في تحجير السفر بالطبيعة احنا شو مش نعمله فك الوقت هذاك تم إعلامي بالقرار هذاك لأنه عندهم رقم الهاتف نتاعي الشخصي باش يتصلوا بيه ما عندهمش حتى أي معطى على سواغمان باش يتصلوا بيه وين موجود؟ بالطبيعة عندهم كان رقم الهاتف نتاعي كلموني مشيت علموني بالقرار وسجلت السناف نتاعي وقمنا بالاجراءات القانونيه كما اي انسان اخر عادي جدا. التهمه شنو هي سماح؟ التهمه الموجهه له هي التحيل وغسيل الاموال. التحيل وغسيل الاموال، هو فما شكون شاكي به في التحيل ولا لا؟ ما هو هذيك زاد المشكله الاخرى وانه ما فماش حتى طرف مقابل مضر يقول راهو سي سواغمان تحيل عليا وفك لي فلوسي. ما فماش متضرر. ما عندناش. ممكن المتضرر الوحيد هنا بين قوسين نقول هو البنك اللي ارسل الاموال هذيه لتونس اي لكن وبعد كده طلب اعادتها وما قالش علاش قال فما شبهه نتاع فرود شبهه نتاع التحيل دونك البنك السويسري يقول فما شبهه فرود صحيح لكن مش هو متضرر البنك ماهوش متضرر هو اي هنا المشكله مع البنك السويسري زاده متفقين المشكله مع البنك السويسري بما انه طلب اعاده الفلوس سامحني كي انا نتهمك بحاجه نقدم الدليل ولا ما نقدمش؟ قدم الدليل ما قدمتش دليل انت لاباس عليك البنك السويسري لحد الان ما قدم لنا حتى شيء الفلوس تصور في تونس ولا في سويسرا؟ لحد الان في حد علما في تونس لا مش حد علما الفلوس بالضبط فين؟ في تونس باهي هذا هو 17 مليار بيان سور مليمات تونسيه و600 التطورات بعد الحلقه قلنا شنو هي؟ تم استئناف القرار هذا استئناف قدام دائره اتهام في محكمه الاستئناف بتونس الاجابه بعد ما جرينا وخدمنا وحضرنا مؤيدات وحضرنا جميع الوثائق اللي تثبت صحة الأموال هذية وسلامة المصدر نتاعها. أيوة قدمناه لدائرة الاتهام في تونس. تعينت جلسة نهار 12 أفريل نهار الأربعاء. تأيد القرار. رفعت تحجير السفر. رفعت تحجير السفر. بدون لحد الآن بدون تعليل وإرجاع الملف للسيد قاضي التحقيق لمواصلة التحقيقات نتاعو. لمواصلة التحقيقات. لكن سي علاء لهنا نحب نلاحظ ملاحظة اللي هي ملاحظة غريبة
قال لي الشخص هذا لحد الان حتى حد ما سمعه. ناخذ ضده قرارات، ناخذ ضده قرارات في التحجير على السفر حتى حد ما سمعه. والقانون ايش يقول؟ وحتى حد ما وجه له حاجه. تعرف سيدي فما مبدا سي علاء، في مبدا قانوني معروف ياسر عندنا عند اهل القانون الكل، هو مبدا المواجهه، سواء كان طرف مدني ولا طرف حق عام. اي تشي احنا الطرف نتاعنا شكون تو في واجهتنا؟ هو الحق العام، هو النيابه العموميه. ايوه هذاك الخصم نتاعنا من حقي وين نواجهه. انت توجه لي اتهام، ما تخلينيش توجه لي اتهام وتسكت وتمشي على روحك وتخليني معلق، لا اجا واجهني وناديني واسمعني والله. وقل لي قدم شنو، انا نتكلم معاك بالعادي باش الناس الكل تفهمني. أي؟ وقدم يا سيد شنو الحجج اللي عندك في مواجهه الاتهامات هذه. هذا صار ولا ما صارش؟ ما صارش الى حد الان، ما صار حتى شيء ونستناو باش يصير. سوغمان انت مستعد تمشي كي عيط لك قاضي التحقيق؟ اوف كورس بيان سور. زعما كيفاش نقول لك، زعما نحب نشوفه انا، نحب نعطيه بوسه. ها نحب نشوفه، نحب نشوفك، نحب نشوفك، نحب نشوف شكون وينك، شكون هو كان، هو ادريس فو بروفيل، شكونك؟ خليني نكلم شكونك انت تقول لي. ايش تحب تقول له؟ شو باش تقول؟ نقول له قول لي انت في وجهك قدامي، قول لي شنو عملت وعلاش قاعد هنا في تونس؟ علاش؟ علاش شميتك قاعد هنا؟ علاش؟ قول لي علاش؟ انت اللي غايدينك 17 مليار ولا قاعدك في تونس؟ اسمعني 17 مليار مثال خذوهم نعطيهم لكم، اخذهم ما حشتيش بها، ما عادش نحب، ما عادش نحب، ما عادش، ما عادش عليهم، ما عادش، ما عادش، جو بلو، جو بلو، جو بلو، ما عادش نحب. اي انا قاعد في تونس توا باش فيزيبل نتاعي تشكو، ما عادش نحب نقعد في تونس. اي وباش تقول لي احرق النجم، نحرق ما نعملهاش، خاطر باش نعمل موندا انترناسيونال ما حاجتيش. حاجتي نمشي نخرج نزيف ونرجع نزيف، خاطر تونس عندي دياري، عندي مي بيزنس في تونس، وعندي زعما عندي حطيت فلوس في تونس، فهمت؟ ما نجمش نحرك لو كان اوكي، لو كان تونس جات بلاد مثلا جيت فاكونس ما نعرفهاش، نو بروبليم، نحرك ما يسالش. ما احنا نحكيو توا بلاد نتاعي، زعما بلاد اللي انا نجي فيها ونمشي فيها، وكي نفد في ميامي ولا في البرازيل، كي نفد في برازيل ولا ميامي، نقول اوكي نهز طياره نمشي تونس، زعما بلادي. سوغمان تو فلوسك محجوزه، عندك فلوس؟ اسمعني باش تعيش، كيفاش تعيش؟ نعيش بالحب تاع الهواء. الحب نتاع الهواء؟ ايه. منين جبت هذا؟ كيفاش؟ هكا ولا هكا، نقول لك حاجه. باش تشتري، تشتري ماكلتك بالحب نتاع الهواء؟ اسمعني. لبستك بالحب نتاع الهواء؟ كيفاش تخلص خدامه؟ كيفاش تخلص مستلزماتك؟ شفت كيفاش؟ كيفاش تاكل؟ كيفاش تعيش؟ كيفاش تسكن؟ باش نقول لك حاجه. اي. المحامي نتاعي تاع امريكا. اي. بعث له جواب. وعندي كيفاش نقول له 82؟ 82. عندي سنين وثمانين 82 سنين وثمانين. اي الناس كل شهر لازم نخلصهم في سوسيتي واحده. اي كيفاش نخلصهم تو؟ قول لي بالرسم كيفاش نخلصهم برو؟ ما تنجمش تخلصهم من كيفاش تونس؟ برو عندك فلوس هنا في تونس ولا بلوكي الكونت الكل نتاع بلوكي؟ اي كيفاش تعيش انت تو؟ اسمعني عندي شويه فلوس بيان سور، عندي يا اخي تخزون يا اخي. لا مش نعرف. اسمعني مي الفلوس اللي عندي ليش بوغ عام، فهمت؟ ما تكفيكش. زعما ما تكفينيش برو حاجتي، وتقول لي انت كيفاش تلبس. اي اني لابس برو، مي ليش طلع تونس، فهمت؟ زعما لابس لابس، انا جيت جبت حوايجي بوغ اون سومين. اي عندي دي كليب، عندي دي تيلي، عندي دي انترفيو، عندي دي رونديفو امبورتون، زعما لازم نلبس. وكيفاش نلبس؟ اوريجينال كما يقولوا هما. أيه. كيفاش نلبس برو؟ قول لي بالرسمي، نحكيك بقلبي توا، كيفاش نلبس وكيفاش نخلص الناس؟ قول لي. تاوك عندنا الماركات يا ولدي، عندنا كل شيء. عندنا الماركة الكل. اسمعني البارح شفت، شفت شفت والله ربي يحرقني بالنار قدام الله، حاجة مكتوبة أبيداس. أبيداس ربي يحرقني بالنار، مش أديداس. أبيداس وطلعت في كرامتي وبديت نبكي. يا ما فما زاد على أديداس بالحق. اسمعني فما كل شيء. شفت الكلمة تاع تونسي
امبورتيه. اي كنت ما نفهمهاش عندي عامين التالي امبورتيه اوريجينال ما نفهمهاش علاش يقولوا توا فهمتها توا بديت تفهم فهمتها ابيداس برو ابيداس برو ما زعما نحبوها تونس اي زعما ازيك علاش نحبها تونس زعما بك الدودان والناس يقولك يا عم يتفرش اسمعني ما تخولونيش زعما نخرجوا من تونس وما عادش نرجعوا انا في ميساج في انستغرام نتاعي خاطر انستغرام الكل ديما نقرا في ميساج في الانستغرام يقولي اهرب اهرب علاش جاي انا تونس نموت عليها نحبها تونس ومالغري المشكل الكل نموت عليها برو بي خلينا نمشي للاستاذ مهدي كلمه الختام انا شو طالبين انتم بالضبط قانوني شوف قبل كل شيء سي علي لازمنا نعرفوا حاجه وانه حق التنقل حق السفر راهو حق دستوري راهو مكفول بالدستور راهو مضمون بالدستور راهو ما نجموش كل شخص نمنعوه من السفر هيك اللي مجرد الشبهه بي هذا مبدا عام ما نجموش نخالفوا الدستور الدستور يصرفوا عليه مليارات توا صدر قانون صحيح في 2017 بخصوص منع السفر ويعطي كارت بلانش لقاضي التحقيق باش ياخذ قرار كيما هكاك على الاقل يكون قرار معلل على الاقل يا رسول الله ياخذ بعين الاعتبار الشخص هذاك كل حاله واحد كل حاله واحد السيد هذا راهو صحيح عنده جنسيه تونسيه مش تونسي عنده جنسيه تونسيه لكن مش تونسي عنده 11 عام يعيش في ميامي عنده مصالحه في ميامي عنده ما يخلص عنده ما يخدم عنده ما يعمل ما نجمش كما قال لك يجي لهنا يقعد على جمعه ويرجع مش مقيم وماهوش هارب زاده خاطرش عنده مصالحه في تونس واضح عنده برشا مصالح احنا طالبين حاجه بركه وانه ان شاء الله يا ربي يرفعوا له تحجير على السفر خلي يسرح على روحه يمشي يخدم على روحه واحنا متعهدين باش يرجع في اتو مومون وقت اللي يطلبوا السيد قاضي تحقيق ولا تطلبوا اي محكمه متعهدين باش يجي نتاعو بالضبط فيه. سي المهدي شكرا لك شكرا لك يعطيك الصحة عايش ميرسي بوكو سي المهدي عايش عايش سواغمان وليت تعرف تونس مليح ولا؟ ها؟ اي تعرفها بالكدا بالكدا اوف كورس العربي بتاعك اوف كورس العربي بتاعك تحسن وليت تتكلم بالباهي بالتونسي ها؟ وليت تفهم برشا حاجات وتعرف كل شيء وليت تونسي تونسي هاي لعل فيها خير يقول لك بي تو باش نعملوا لعبه شنو هو اسمه برو يلا شنو هو اسمه برو عندك حاجه 2 3 4 5 6 7 ورينا الحاجه الاولى الكاميرات راه هزها وريها للاسيس هاي كست وين السيس؟ شنو هي هذيك؟ كي تطهر ها؟ أه؟ وقت تطهر شكون وقتها؟ وقت تطهر يو نو شكون؟ اه وقت اللي طهروه ايه هاي شنو هي؟ جبة 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 مش جبة جلبة ها؟ أه؟ قل روبة روبة؟ لا جبة حلها تي حلها شو أكبر نلبسها حلها تو تفهم فوالا طلعها شوي اه اللي يعمل في المزود تيري 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 لا مش اللي يعمل في المزود اسمها فرملة عودها عودها شو اسمها؟ فرحة مش فرحة مش فرحة فرملة 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 برافو هاي الثانية ترى ساكن مارس ها؟ ساكن مارس ترى جرب هرس هرس ايه امشي 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 كيفاش يهرس امشي ما هي ساكن مارس اطلع لفوق قال لي يد مارس يد مارس صحيح اللي بعد حلوة حلوة شنو؟ حلوة شماية، نلا ماك حلوة لا حلوة حل ذوق
انا ما نحبش تيفو. انا ما تحبش الحلوه نتاعنا خدك الحلوه نتاع ميامي خد دجال كيرت نتاعكم جرب حلها يندم فهمت حلوه شنو اوه شذي شفت كي تمشي التواليت اه يعملوا بششت كيف كيف هذيك يا سيدي حلوة فليو اوكي فليو اوكي هذيك يا سيدي عاود لي عاد حلوة فليو حاولة فليو لا مش حاولة فليو حلوة فليو حاولة لا اخذ سواق حل حل حلوة حلوة فليو حاولة فليو اه يا هاي اللي بعده علاش تضحك؟ والله معلش باش فكرتك الناس يا ابر شو اسمه هذاك؟ I don't know شو اسمه؟ شو يعملوا بيه حسب رايك؟ با موبيلات بيجو 103 اي لا بيتزا اي لا بيتزا تابو بيه اي شو اسمه هذاك؟ والله ما نعرف بلاسمي اسمه قلقل ايش لون شو اسمه قلقل قلقل وشنو يقول هو شو شو قل قا 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 قل 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 فوالا هاي سيدي اللي بيسنب القلقل ترى اوه ازاي تاكلوا كتر السنين عليه شنو هو؟ اللي في الحرس ما هو هاك ولا هاي كيف هيك؟ اه ياكلوا في الحرس زقتوا وجيت باش سنين نجيب باش يطيحوا لا والله طري هذاك انزل انزل نعم. تنزل انزل تو تشوف ما بنو انزل اه شنو هذاك؟ حلوى مش حلوى تفاح مش تفاح ملبس هذاك كيفاش؟ ملبس حلو عربي ملبس ملبس اسمه؟ شو تضحك؟ اسمه ملبس؟ ملبس ملبس شنو؟ كسوة دنجري؟ بالاسم اسمه ملبس؟ والله ملبس حلو عربي ملبس تقول اعطيني شوية ملبس اي كيلو ملبس وغالي اون بلوس الملبس برسمي؟ والله غالي اوكي هاي اللي بجنبه شنو هو تراه مس شدو فديت منه شنو هو هذا؟ اللي طيبوا فيه كسكسي ما هو هكا ولا ايه؟ اي شو اسمه تراه؟ شت كنجرة ولا كنجرة؟ ليه ماشي تسمى كسكسيير بالعربي كسكسيير بالعربي كسكسي كسكسي ناكلوه الفوقاني طلع شو يتسمى الفوقاني هز هز الفوقاني هز هذاك هز حاب نروح برو لا هز واحد شو يتسمى ذاك كلي كسكس اسمعني كي تشوف طفله كسكس عاودها كسكس كسكس وهذاك اللوطاني؟ اه زعما كسكس وفما اللوطاني بيان سور كيفاش؟ الكسكس هو الفوقان والاخر هذاك هو اللوطاني كيفاش اسمه؟ اللوطاني اسمه قول لي انت اسمه مقفول مقفول عاود لي توا كسكس ومقفول كسكس مقفول فوالا طيب برافو اللي بعده هز ترى شنو هذاك؟ اكل يعملوا فيه في مغاربة طاجين اللي يعملوا فيه المغاربة الطاجين صحيح اما شو اسمه بالتونسي؟ سامعني نقول لك نكتة اوكي؟ مرة مشيت قلت كلوني طاجين شفت طاجينة في مغاربة وقلت نهب طاجين زعما نسخال طاجين تونس وعمل وشفت علوش قدامي وزبيب ما فهمت شيء فهمت؟ الطاجين المغربي هو المصري نتاعنا والطاجين نتاعنا هو الطاجين الاخر اما بس ما راهو في التبسي في الطاجين ما تركاش علوش
مش شفت الحم انا ما ناكلوش ما ناكلوش الحم معلوش كيفاش اسمه؟ تبسي سبيتني توا عليه تبسي زعما تبسي 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 فوالا شنو معناتها تبسي؟ هو كالطاجين المغربي هاود هاود تبسي 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 توا شنو الكلمة اللي تنجم تعاودها من هذوما الكل؟ هذه يا اسمها حرححة فرملة فرحبلة فرحبلة فرملة 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 وهذه أهو مهرس مهرس وهذه فلاوة ولا ما نشنا فلاوة حلوة فلاوة حلوة فلايف فلايفر ايه وهذا نسيته قل 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 وهذا يابس لا لحظة لحظة اشبيك شديت في الملبس الملبس فاق بها الاخرين لا والله هذه مدة شهية مازال عندك سنين ماذا يا سيد نوك او كيس كيس هذا مق مقفو مقفول مقفول وهذا تبس برافو سواكمان في تونس وليت تعمل في برشا موزيكا سواكمان هبطت كليب سميته خلينا نعيشه هكا صحيت 4 ملايين فيو على اليوتيوب سمع عدد كبير شفناك بالدنجري وكابوس والعلالش في بلاصة اللامبورغيني صحيت والسنتروا زاده بيان سور ولبس الذهب والديامونت اللي ما يتنحاوش زعما مارك نتاعك ما توش نتاعك التصويره ما جاتش التصويره بالحق انت زوالي ولا مو زوالي في الكليب في الكليب بالحق اسمعني في الكليب ما حبيتش زعما نعمل زوالي ونقعد حبيت نقعد كما انا ما في هود نحط لامبورغيني حطيت بيجو 103 خاطر التونسي يقول لك لامبورغيني ولا 103 كيف كيف مالا قلت كيف كيف يو نو نقول لك حاجه قل انا نجم نلبس جامون وكل ونمشي في نمشي في بقعة خايبه وبقعة زعما دونجورو فهمت اه بون بيان سور لازم نرد بالي على روحي فهمت اه مي زعما بالنسبه باللي انا لابس جامون كانه لابس حد شيء فهمت لابس حد شيء لي انا دايموند از دايموند الناس مثلا يلبسوا جامون خاطر يخرجوا ولا يصوروا انت تلبسوا ما يعني لك شيء كل يوم نعوم بيه نغسل روحي بيه زعما ترقد بيه زاده؟ اي اي شو هذوما ترقد بيهم؟ بيان زعما كي تلبس حاجه كل يوم زعما وتركض بيه وتفيق بيه زعما سي ان بارتي دو توا فهمت؟ صورت كليب ليلى زينه هكا ولا؟ اي مع الهادي حبوب اي شو وصلك للهادي حبوب؟ نقول لك حاجه قل لي انا نموت عليك على الهادي حبوب يا اي و انا ليش كنت نعرفه ونسمع بيه وعنده شطحه شطحه رايت right? شطحه الهادي حبوب بس سبيسيال اخي شفت فيتورينج اللي عمل وشفت اللي هو ما غنى مع حتى واحد اوكي رابور مع حتى رابور صحيح قلت هيا خليني نكلمه كلمته ش قلت له ساعه قلت له على السلامه انا سواكمان نو يو نو برو نو 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 قلت له على السلامه هادي البابا بابا الهادي بابا الهادي يا اي وتكلمت معه وكل وقلت له نحب نشوفك ونحب نعمل موسيقى معك و اي وتقبلنا ايش قال لك قال لي يسير ايان اوكي انا قلت اوكي قداش خلصت نقول لك حاجه نحكيك بالرسمي زعما هو سمع لا ميوزيك فهمت خاطر انا عملت ميوزيك كتبت الكلمات انا وشرفة لينكو ومنتصر البروديكتور اللي يعمل في البرود ومع ناركو زعما ايكيب احنا فهمت في تونس وسمعها وحبها فهمت واخي قلت له
انت موقف في الغناية فهمت شو موقف في الغناية زعما موافق يا اي اوكي قال يا يا ما تكلمناش فلوس خلينا نشوف اكستريم كليب يلا الهادي حبوبه يحوط عليك سواجمان يحوط عليك زعما ما تتصورش كيفاش لي انا سي تان بليزير و اونور كبير اللي عملت غنايه معاه خاطر طبعا شوف الهادي حبوبه راهو امبراطور الفن الشعبي في تونس معناتها والملك معناتها انا نموت عليه زعما سي ان فيغتي وليت تغني بالدارجه بلهجتنا معناتها الدارجه العاميه ها كيفاش؟ تغني باللهجه نتاعنا معناتها العاميه التونسي التونسي سكي بيان وقت تغني ريكوردينغ اون ستوديو كي تغني في ستوديو مثلا كي نقول مثلا نحي هشمه وحل يديك وقت نقول نحي هشمه وحل يديك تنجم تقولها في ستوديو وتنجم مع ليزارونجمون مع التوزيع صحيت حبيت نقول ميرسي المونتا والناركو الانجينيور سون والبيت ميكر نتاعي صحابي ونموت عليهم ولينكو زادا نموت عليك وغزيزه وغالي عليا زعما هما يعرفوا ستيل نتاعو وينجموا زعما ينجموا يشطحوا مع صوتي ويعرفوا لو كان ما نجمش نكلم بالكدا ينجموا يحطوهم بالكدا فهمت؟ باهي خلينا نشوفوا مع بعضنا تو سويت الميكينغ اوف نتاع كليب سواج من توب pourcent arabe. Le clip, يعني يحكي على الفرح يحكي على حاجة هكا تزهي الناس وإحنا بطبيعة في الشعبيات الدور نتاعنا هو نزهي الناس. كان هذا الماكينغ اوف نتاع الكليب اللي عملته اونتخ تون سواجمان برشا صحافه ولات تكتب عليك بالخايب اي كيفاش تتعامل مع الناس اللي يكتبوا عليك بالخايب كي تقول صحافه شنو ميديا ولا كومنتير ميديا باش نقول لك حاجه انا حطيت خمسه كازية على تخوا سيت انترنت ميديا تاع تونس قاعديني يحطوا تصاور معايا ويحطوا ناس يقولوا هذا ابو هذا امه قاعدين يحكيوا في سمعني كلام الزايد في الحاجه خايبين وان اكزيستانت ومحامي متاعي عمل الكازية لهما زعما حاجه اللي انا في امريكا ما تتعداش كي واحد يتكلم هكا عليا في امريكا ما تتعداش تمشي الحكومة وما تتعداش انتم إيه؟ عندكم نورمال واحد يقول اسمع بروباغاندا اسمع ارتيكل مونسونجير زعما نجم نقول غدوه كذب وانا ما نحملش كذب اللي يكذب عليا
امريكا ولا صوماليا ولا برازيل نمشي نجري ولا مع الحقوق ما عنديش حتى ما عنديش حتى سنتيمون فهمت ما نحبش شكون يكذب ويخرج دي 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 اخبار خايب وفو فو فيك يقلقوك انت الاخبار الخايبه نقول لك حاجه تنجم تتكلم عليا بالخايب ولا بالباهي لامبورطونس تتكلم عليا زعما ما تنجمش الناس الكل يحبوني توا باش نخرجك من البلاتو من الاستوديو باش ترجع لي جنتل مان أقبليك سواغمان خرج وتوا رجع عنا كلاس وإلا نقولوا The Gentleman Swagman لا ما قلتوش لا 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 امبوسيبل ما حطينا لكش مراية ما شفتش روحك نعم توا في الليكرون باش ترى روحك لأول مرة شوف روحك نحينا لك لي تاتواج الكل ونشكر صديقنا مومو اللي بذل المجهود اللي خدم معاك فريمون عنده ساعة وهو يخدم ها اخزر روحك في الليكرون واو ايه تبارك الله خفت برو كي شفت عليه خفت كي شفت روح ليش انا برو مش انت نو عليه ما تنجمش تكون جنتي كيما السيد هذا بلوشام وجنتي كمان لا جنتي نقصد معناتها وجع عادي كيما الناس الكل ما تحبش تكون كيما الناس الكل سواغمان نو لا لا عادشان هكا ما تعجبكش روحك نو يخطف شوية الرمي عايشك والله عنده ضربات من الرمي عايش شكون الرمي عايش؟ الرمي عايش هذا فنان لبناني وهذا اللي يغني وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول أما العالم المتضايق أنا لا ماليش في دول سواغمان إيش تموتوا على خلاها يزي بارك بارك يزي يزي بيه أنا توا سواغمان باش نعطيك وضعيات أوكي أه أوكي أوكي وباش تكون معناتها كلاسمان هكا ولا طفلة مش مزيان جات تصورت معاك وقالت لك نحبك ونموت عليك برشا وطالبت نمبروك أو تعم نقول لها اكتب لي على انستغرام اه تكتب لك على انستغرام اي نمرك ما تعطيش نو باه ليش خاطر خايبه اه مسكينه خايبه وبلكش تبدا بنينه وبايه في كلبه بنينه في كلبه زعما بنينه وبايه بحنينه عاد مش بنينه حنينه في قلبها هي حنينة في قلبها هذا هو حنينة في قلبها في قلبها فوالا الوضعية الثانية يا سيدي في الكياس وانت متعدي وانت تري جونتي دوبل عليك واحد علمي او وتعدى وسبك اش تقول نعمل هلا غالب كل شيء يفوت الوضعية الثالثة خرجت تتعشى مع صاحبك وشد صحيح باش يخلص هو العشاء بون هو مش لاباس عليه زوالي زوالي وما عندوش برشا فلوس أما قال لك أنا نخلص أنت شو تعمل سواغمان؟ نقول لك حاجة جنتلمان ولا ليش جنتلمان نعمل بالعاني نمشي التواليت ونخلص أنا تخلص؟ ياه عندك قضية في إدارة من اللي دارت شنو معناتها إدارة؟ إدارة معناتها البلدية البنكة ما مش البنكة نقول وزارة أي حاجة عندك قضية في إدارة من اللي دارت
واقف شادد الصف. برشا عندي نسد الصف. اي 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 شادد الصف. وجا واحد يقص على الناس الكل ويتعدى قبلك. اها نضربو مكس. يا ولدي جنتلمان. ما يلزمش يكون جنتلمان، ما يلزمش. تاشنا الكل؟ ها؟ انا غالب كل شيء يفوت. مادام باش تقعد اسمع في تونس، اسمع برجوليه برجوليه سواقمان، لازم نعرسوا لك. يعرف يصغر. اسا اخضر باش تعاوننا تو باش نعرفوا ذوقك في البلاد، باش نجيبوا لك المراه اللي باش تخوى. ايه. اي باش نعطيه وتصاوب. اوكي. وقل لي شكون اللي تحلى في عينيك. اوكي. باهي. اوكي. هاي. عندنا زوز. اللي على اليمين ولا اللي على اليسار؟ اللي؟ اللي بالاحمر. اللي بالاحمر. ياه. والاخرى استنى سامعني. هذيك سميرة مقرو. لا سامعني سامعني رجع. وهذيك اسمع لا قال لك رجع لي اسمع عثمان. رجع له واسمع عثماني خلي ثبت. لا هي محلاها. أنا. الأولاني. الحمراء ولا اللي لا 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 هي. اسمع عثماني. صحيت. من الأخرى محلاها زادة من زوكي. زوكي؟ زوكي ولا كيف؟ ذوقي ذوقي. 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 إي. ذوقك جوك أنت هذاك ذوقك. إي. اسمع ولا سميرة؟ هذه سميرة. وهذه أسماء ذوق سميرة سميرة المقرو مي أسماء يا ولدي يا لهي منها ما تهبلني تبداش طلع بالعب لي هاي هاي تصوير أخر دخلت على الخط أحلام الفقيه نقول لك حاجة هاي اللي غادي محلاها لا أنا هي هذه جديدة هاي محلاها أحلام الفقيه محلاها ومحلى وجهها وكل مي الاولاني محلاها نقعد في الاولاني تقعد مي سامحني مي هذا محلاها زاد اي سميرة المقرو ما عرفتش شنو نختار زيدوه 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 مريم بوقديده دخلت على الخط كيفاش اسمها؟ تسكن بحذاك في سوسه اوكي مريم بوقديده ممثله او عارضه ازياء بروفيسيونيل اوكي اوكي باش تعرسني بالرسم يا اخي يا ولدي يمشي معايا تو اها مريم بوقديده ولا تحافظ سميره المقرون على موقعها باش نقول لك حاجه محلى وجهها ومحلى هنا ومحلى الشعره ومحلاها هي فهمت مين نقعد في الاولاني سميره المقرون يا سعدك يا سميره هاي زيد وضيف اخر حاجه اخرى قال كذا حاجه اخرى الممثله نسنا بن عبد الله هبلتني برو نسنا بن عبد الله ولا تقعد مع سميرة المقرون كيفاش نقول لك؟ أيه كانوا حبوبه أيه يا ببح يا ببح زعما نجم نختار الزوز مي اتا سامحني واحدة برك مي سامحني ما يبداش فارك يلعب على سامحني سامحني بالي نحب انا واحدة برك خليني نقول لك انت قول لي انا نحب نختار الزوز مي نحب جيست الاخرى تقول لي السلام عليكم والاخرى تقول لي السلام عليكم باش بلاك شي لا بالتصوير لا ساعات التصوير ما يجيش كيما الحقيقة يا ودي الحقيقة هذيك نهار اخر راح نفدكوا تو خليني من الحقيقة هات التصاور تو هيات هاي ايش عجبك في سميرة المقرون؟ زينها و وشهرة محلاه و... ولبسة متاحة و ان فيت انا نحب خليهم سميرة مي الاخرى زادة عجبتني يا ودي انا شنو عملت تو انا لهنا تو اللي تفضل يا ودي هاي سميرة ولا نجلة؟ سميرة الموت عليك ما خلينا نجلة نجلة بن عبد الله تخرج سميرة هاي شكون تدخل جديد؟ ريم بن مسعود والله نقول لك حاجة
ها؟ انا نموت عليكم. اي اي نجلة ولا ريم بن مسعود؟ مسالش نرجع الاخرى نلعب معك. توا شنو هو توا؟ سواقمان؟ اسمعني لولاني بان انا؟ مي سمعني شفت التصويره اللي توريها لي توا زعما حاجه اخرى فهمت؟ اي شنو نخليه نجلة ولا ريم بن مسعود؟ محلى الزينة برو. زي شكون؟ الزوز برو. يا واحدة برك. أي سؤال. أوكي نقول لك حاجة؟ قل لي حاجة. أو ماي جاد. نخلي الوحدة. أنا؟ هذه ولا هذه؟ نو هذي نخلي هذي. نجلة بن عبد الله تواصل. تخرج ريم بن مسعود. شكون تدخل جديدة؟ باش نقول لك حاجة؟ أي. انتوما تقولوا ليه ليه؟ مي انا مشابه فهمت؟ سهير بن عمار. وي. ايه. و أم. محلى هنا. ايه. و اما. توريني تصويره اخرى اللي هي. دويو. لولاني لولاني. نجلة بن عبد الله تواصل. مي سامحني. تقول لي نجلة مي في راسي فما كيفاش اسمها؟ اس كيفاش اسمها؟ ها؟ شفت كيف سميرة لا خرجتها من مخي قعدت في بالي برو سميرة خرجتها من مخي برو قعدت في بالي برو اي باهي هي راهي مجرد لعبة مع احترامنا للمتزوجات منهم اي برو عايشة بن احمد يا برو والله ما نعرفهاش مي مي برو ما عرفتش شنو نقول لك برو هاي لا يو محلاك يا هاي نجل نو هاي هاي عايشة بن احمد سيف خير نسيتهم لي الكل عايشة بن احمد تواصل هاي اوف هذا حاجة اخرى فهمت اسمع انت ما يقول حاجة اخرى يرى التصويرة شوية بالطول يبدل رايه يرى الوجه يطفي الضوء تقول لك حاجه كل حاجه يكون شكون اسمعني لا 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 انا باش نقعد مع هي فهمت ما باش نقعد مع هي ما هي محلاها فهمت محلا و ما عايشه باش تقعد اسمعني محلا شعرها ومحلا عينيها يو نو انت تو نعمل الجنتلمان خاطر لو كان جيت سواقمان ما نعمل جاكا ما هي محلاها ما نقعد مع هي فهمت تقعد معايش اها باه او باش تقلب تو ماني قلت لكم يمشي بالتصويره بالطول نقول لك حاجه كل حاجه محلى زينها اي ومحلى شعرها ومحلى ستيل نتاعها مي هبلتني نقعد لا بروميير ذا فيرست وان باه اللي بعد شكون خاولة سليمان نقول لك حاجة تقول لي حاجة محلى زينة تي الكل محلى زينة نو فما برو ناس ليش محلى زينة ونقول اه محلاها يو نو باه كي نقول لك محلاها وكي تقول واو محلى زينة حاجة شكون تخلي؟ ذا فيرست وان عايشة بن أحمد تخرج خاولة سليمان أوه ليلى بن خليفة محلى زينها و اشكون تو؟ تبلنت يا جماعه تبلنت لا تو تبلنت اسمعني ما نعرفش لو كان التصويره تغزلني ولا انا معك تغزر لك اي ذا فيرست وان بات محلى زينها بات ذا فيرست وان دونك عاي اي دونك انت تويكا اها ها مي قعدت في بالي ياكل بالاس كيفاش اسمها؟ سميرة المقرون والله برو قعدت في بالي تو سميرة المقرون ولا عايشة بن احمد ما تهبلني اسمعني عايشة اسمع عايشة نكلمك انا نعرفها ما نعرفهمش فهمت؟ مي عايشة محلاها برو وسميرة سميرة؟ سميرة محلاها برو مي اي ركز برو شنو هو؟ بقى دقيقة نجموش نحطوا عايشة وسميرة ترى؟ اه شفت كيفاش برو؟ سميرة المقرون وعايشة بن احمد. ايش تختار؟
نقولك حاجة؟ ايه محلاهم برو، كمان مان. هيا الأولاني سميرة المقرو. أني كلبي الأولاني، مي شفت هيا؟ ايه تغزلني وتقولي نحبك زادة. اه عايشة براهم تقولك نحب. وسميرة كي تضحك اش تقولك؟ محلى زينك. إنو محلى زين. اسمع انت باش تختار واحدة منهم ولاد؟ اسمع انت شنو باش نختار؟ شفت الأخرى كيفاش تغزلني؟ ايه عايش باش تختار سواقمان؟ ولا نختار بالاس كيفاش اسمه؟ سميرة المقرون. سميرة المقرون تفوز. وشكون هي؟ شكون بلا شكون؟ سميرة المقرون ممثلة أوكي. تونسية محلى زينة ناجحة تبارك الله عليها، إن شاء الله لبي. شاركت في العديد من الأعمال العربية والتونسية ومارسة ولا كيفاش؟ مطلقة. لا لا عاد انا نكدر الناس كل ما في بالي باش تعرض سمير. مازلت ما عرستش شنو تقول لك يا امي تفرج. ملك هاب سواقمان يعطيك الصحة اللي جيت بحذانا، تبارك الله عليك، وان شاء الله الجاية الجاية تكون بأخبار باهية ان شاء الله. يا عاشك، وحبيت نقول لك يا علاء، انا نموت عليك وانا نموت عليك ونموت على الليكيب نتاعك الكل، ولا ما احلاهم يعطيهم الصحه الكل والببليك الكل. نحبكم وعندي ميساج جوست نحب نقولهم عليه، اللي دوم كان وجه الله وان شاء الله ربي يسهل لي، وانا قاعد معاكم ونموت عليكم. تحيه كبيره لسواقمان.